اللي بنستخدمها في المشاريع على حسب كل مشروع ظروفه ايه. فالنهارده هنتكلم عن هجوم الاشكال المنتظمه، والاشكال المنتظمه دي بقى كل شكل عندنا ليه قانون او ليه رول بنعوض بيها، ودايما بتقابلنا في حاجات معينه هنشوفها مع بعض، بس هو دي حاجه مكمله لما لمشروع معين هندخل فيه قدام ان شاء الله. اول حاجه عندنا شكل من الاشكال المنتظمه، المتوازن المستطيلات، واحنا هنا بيبقى عباره عن شكل زي كده، بنجيب له الاريا اللي هي الافقيه بتاعته سواء كانت مربع او مستطيل طول في عرض، دي الاريا الايه، وبنضربها في ارتفاع المتوازن المستطيلات اللي هو اتش يديني الحجم. الحجم عباره عن بعد تلات، او بمعنى اصح مساحه مضروبه في ارتفاع او تلات ابعاد مضروبين في بعض. تاني شكل من الاشكال الاسطوانه، الاسطوانه القاعده بتاعته دي بتبقى دايره، بجيب المساحه بتاعتها اللي هي باي ار سكويرد او باي دي سكويرد على 4، تمام، والار هي نص قطر قاعده الاسطوانه والارتفاع هو الاتش. الهرم اللي هو النوع الثالث او الحاجه المنتظمه الثالثه، الهرم ده بيبقى قاعدته عباره عن مثلث او عباره عن مخمس او مسدس ايا كان قاعدته ايه، بجيب مساحته، المساحه بتاعته دي اضربها في الارتفاع في اتش واضربها في تلت الاريا في الاتش. القاعده بتاعه الهرم دي يا اما تكون مثلث مربع مستطيل مخمس مثمن، بتجيب المساحه الارضيه دي اللي هي الاريا وتضربها في الارتفاع وتضربها في تلت يديك المساحه بتاعت الهرم. في حاجة اسمها هرم ناقص، هرم الناقص اللي هو بيبقى القاعدة اللي تحت أكبر من القاعدة اللي فوق أو العكس أيا كان يعني، والقاعدة دي ممكن تكون مش شرط مستطيل زي ما واضحة قدامنا كده، ممكن تكون مخمس مسدس أيا كان. أنت بتجيب المساحة أريا واحد وتجيب برضو المساحة الصغيرة اللي فوق أريا اتنين، ولو أنت عارف الارتفاع الاتش وتقدر تقول الفوليوم بتساوي الاتش على تلاتة مضروبة في الأريا الأولى زائد الأريا التانية زائد جذر التو أريا واحد واتنين مضروبين في بعض. اريا واحد مساحة القاعدتين المتوازيتين لازم يكونوا بارل لبعض، والاتش ارتفاع الهرم الناقص اللي بينهم اللي هي المسافة بين القاعدتين. المخروط اللي هو الكون ده عبارة عن قاعدة دايرة، تمام، الدايرة دي اقدر اجيب مساحتها باي ار سكويرد، والارتفاع اللي هو الاتش، وبرده هو نفس القانون اللي جبناه منه الهرم اللي هو تلت الاريا في الاتش اللي هو تلت باي ار سكوير مضروبة في مين؟ في الاتش. برضو الاريا هي القاعدة والار هي نص قطر القاعدة والاتش هو ارتفاع المخروط. المخروط الناقص ده نفس القصة زي هو الهرم، بيبقى كأن انا قطعت حتة من فوق، فالدايرة اللي فوق اصغر من الدايرة اللي تحت، بجيب مساحة الدايرة اللي تحت ومساحة الدايرة اللي فوق واقدر اجيب الاريا اللي هي برضو نفس القانون هناك، مفيش اي اختلاف، بس الاريا هنا بتتحسب على سنة دايرة والاريا هناك بتتحسب على انها مستطيل او مربع او مخمس او مثمن على حسب الهرم شكله ايه. اقدر اقول لك الفوليوم عبارة عن الاتش على 3 مضروبة في الاريا الاولى زائد الاريا التانية زائد جذر التو اريتين مضروبين في بعض، اريا واحد واريا اتنين. او ممكن بتحسبها بطريقه تانية، هي مستنتجه من هنا، خدنا الاريات دي بدلاله الار وخدنا الباي اتش على 3 عامل مشترك بره وعوضنا بيها، بس يفضل نعوض القانون الاولاني احسن ونشتغل بيه. الاريا واحد بدل اتنين هي مساحه القاعدتين، الار واحد الار اتنين نصف قطر القاعدتين، والاتش المسافه العموديه. في حاجه اسمها المنشور، المنشور برضو هي دي قاعده نقدر نجيبها، وبيبقى شكله زي كده، ونجيب المساحه بتاعته وعندنا ارتفاع نقدر نص الاريا في الاتش ونقدر نجيب المساحه بتاعته بالطريقه الفوليوم بتاعه. توازن مستطيلات الناقص بيبقى عندك القاعده اتش المستطيلات بتاعها، الاريا دايما متوازن مستطيل عباره عن مساحه مقطع العمودي مضروب في متوسط ارتفاعات، يعني انت عندك اتش واحد واتش اتنين واتش تلاته، القاعده بتاعتي هي اريا بضرب في ارتفاع، المفروض لو ارتفاع ثابت هضرب الاريا في الاتش، انما الاتش مختلف، فبقول الاريا مضروبه في الاتش واحد واجيب واجيب متوسط الاتشات اللي هي اتش واحد زائد اتش اتنين زائد اتش تلاته على تلاته، يديني الارتفاع المتوسط واضربه في الاريا يديني الفوليوم، ده متوازن مستطيلات النقل، وده هنستخدمه كتير قدام. حجم الكره، لو انا عندي كره الفوليوم بتاعها معروف اللي هو 4 على 3 باي ار تكعيب، اقدر اجيب الايه الحجم بتاع الكره. منشور ناقص احيانا بنستخدمه برضو عباره عن الاريا اللي فوق الاريا اللي تحت ونقسمها على 2 ونضربها في الاريا 1 زائد الاريا 2 كاننا بنجيب متوسط الاريتين ونضربها في الاتش.
هنا نفس القصة، في طريقة المنشور الناقص بس في طريقة دقيقة اسمها طريقة المنشور المجسم، ودي من أهم الطرق اللي هنسأل عليها، وهيبقى في سؤال هنبدأ نسألكم فيها ونحلها مع بعض كتير الأسئلة دي، والموضوع بسيط. المنشور المجسم، طريقة المنشور المجسم ده عبارة عن شكل مجسم، تمام، ليه بداية وليه نهاية زي ما هو قدامنا كده. البداية بتبقى شكل هندسي والنهاية بتبقى شكل هندسي تاني خالص، يعني ممكن البداية زي ما هو قدامنا كده شبه منحرف والنهاية مربع أو مستطيل، ممكن البداية تبقى مثلث والنهاية مستطيل، ممكن البداية تبقى دايرة والنهاية مربع، ممكن البداية تبقى متوازي أضلاع والنهاية معين، أيا كان. هو المهم من شروطه ان تكون البدايه والنهايه يكونوا بارلل لبعض، يعني اريا واحد واريا اتنين بيوازوا بعض، القطع الاولاني بيوازوا بعض بارلل، والخطوط الشرط التاني الخطوط واصله بينهم تكون خطوط مستقيمه، ما تكونش خطوط منحنيه، غير كده ما اقدرش اتبع القانون اللي احنا هنقول عليه دلوقتي. المنشور المجسم قانونه بيقول الفوليوم بيساوي اتش على 6 مضروب في الاريا الاولى اللي هي المقطع الاولاني زائد 4 اريا ميدل، ميدل الاريا اللي في النص، ودي المشكله بقى اللي هنبدا المفروض ندور عليها، شكل القطاع اللي في النص ده هيبقى ايه؟ هل هو شبه منحرف مربع مستطيل؟ عشان اقدر استنتج القطاعات بتاعته، هو عباره عن ابعاده، ابعاد الاريا ميدل هي عباره عن الابعاد المتوسطه بتاعه القطاع الاولاني والقطاع الثاني زائد اريا 2. طيب اريا 1 واريا 2 مساحتين المترفتان او الطرفيتان بمعنى اصح، اللي هي في الاول وفي الاخر، تمام. اريا ميد المساحه عند منتصف الارتفاع وليس متوسط المساحتين، يعني مش اريا 1 زائد اريا 2 على 2، لا ده هي متوسط الدايمنشنز بتاعتهم متوسط الابعاد، واقدر احصل عليها باخذ ابعاد على ان يتم انتاج ناتج من اخذ متوسط كل بعدين متقابلين في القاعدتين المتوازيتين، ثم بعد ذلك يتم حساب مساحه هذا المقطع زي ما هنشوف مع بعض. شروط تطبيق زي ما قلنا ان تكون قاعدتين متوازيتين ويمكن يكون لهما اي شكل هندسي، ان تكون احرف الشكل خطوط مستقيمه والخطوط الواصله بينهم خطوط مستقيمه. طيب تعال نشوف مساله، تمام، هنفهم منها الموضوع بيمشي ازاي. عندنا قال لي مأخذ مياه لمحطه تنقيه، مياه طوله 60 متر، تمام، مدخله عباره عن شبه منحرف وقاعدته السفليه 20 متر، تمام، زي ما مرسوم قدامنا، تمام، وقاعدته العلويه 8 متر وارتفاعه 4 متر زي ما قدامنا في الرسم، تمام، والقاعدة الـ ومخرجه عبارة عن مثلث قاعدته 16 متر وارتفاعه 6 متر، عايز حجم المياه بالمأخذ وهو ممتلئ بأدق الطرق، أدق الطرق هو المنشور المجسم في الطريقة دي، تمام. في الحالة دي احنا محتاجين نستنتج اللي في النص، اللي في النص ايه؟ المناظر للقاعدتين المتوازيتين، القاعدة السفلية قصادها اللي هي 16 ورا قصادها 20 قدام، تمام، يبقى نقدر نجيب القاعدة المتوسطة في النص اللي هي 16 زائد 20 على 2 يديني 18، يبقى احنا بنجيب أبعاد الشبه المنحرف أو الشكل اللي هيطلع معانا، تمام، كل قاعدتين متوازيتين بجيب متوسطهم عشان أجيب الأريا ميدل، تمام، فالأريا واحد أقدر أجيب مساحتها اللي هي 20 زائد 8 على 2 في 4 يديني 56، والأريا 2 أقدر أجيب مساحتها اللي هي مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع نص 16 في 6 يديني 28، ناقصني الأريا ميدل، الأريا ميدل دي اللي هستنتج أبعادها زي على الرسم زي ما احنا شايفين، القاعدة السفلية بتاعته 16 زائد 20 على 2 يديني 18، والقاعدة العلوية عند الشبه المنحرف 8 زائد صفر عند المثلث، المثلث يعتبر شبه منحرف بس قاعدته العلوية بصفر، فأقدر أقول صفر زائد 8 على 2 يديني قاعدة فوق 4. وبالتالي ظهر معايا شبه منحرف. طب ارتفاعه ايه؟ قال لك ارتفاع المثلث ورا 6 وارتفاع شبه المنحرف قدام 4، يبقى ارتفاع شبه المنحرف اللي في النص 6 زائد 4 على 2 يديني 5، وبالتالي الاريا ميدل تبقى مساحتها القاعده العلويه 4 زائد القاعده السفليه 18 على 2 في المسافه الراسيه بينهم 5 يديني 55. هنا اقدر اطبق بقى في القانون فوليوم اتش اللي هي تعتبر 60 متر على 6 مضروب في الاريا 1 زائد 4 اريا ميدل زائد اريا 2، اقدر اقول لك الفوليوم هيطلع معايا 3240 متر. مسألة تانية قال لي مخرج صومعة غلال، صومعة غلال ارتفاعها 3 متر، تمام، يبقى الاتش هي التلاتة، تمام، بدايته مستطيل أبعاده 10 في كام؟ في 6، 10 في 6 ونهايته دايرة نص قطرها 1 متر. هنا البارل اللي بعده المستطيل والدايرة، اللي في النص هيظهر ايه؟ معرفش، اللي في النص هيطلع هنشوف أبعاده، بس دايما كل بعدين متوازيين اقدر اجيب متوسط، بس الابعاد دي لازم تكون فاكتور في ايجاد المساحه. فانا عندي طول المستطيل قلنا كام؟ قلنا 10، حلوه، وقطر الدايره كام؟ قلنا 2 لان نص قطرها 1، يبقى اقدر اقول لك ان احنا ناخد نص المستطيل 5 زائد نص القطر هناك 1 على 2 يدينا نص قطر الاليبس اللي في النص او الشكل هيطلع معايا 5 1 زائد 1
يبقى 4 6 على 2 يديني 3، وارتفاع المستطيل نصه 3 ونص الدايره هناك 1، 3 زائد 1 4 على 2 ب 2، يبقى اللي في النص ده هيطلع معايا إليبس، نص قطر الافقي 3 ونص قطر الراس 2. تمام، اقدر اقول لك ان الاريا 1 اقدر اجيبها باي ار سكويرد اللي هي مساحه الدايره، الاريا 2 اللي هي 10 في 6 اللي هو ابعاد المستطيل، والاريا اللي في النص ده عباره عن الالبس عباره عن باي اي اف بي، باي اي اف بي اللي هي الباي في 3 في 2، واقدر اطبق في المعادله اتش على 6 يديني المساحه بالطريقه دي، المساحه بتاعتها بالطريقه دي. مساله هنحاول نفكر فيها، اريد انشاء خزان ارضي ارتفاعه 5 متر، يبقى الاتش بخمسة حيث قاعدتان متوازيتان كما بالشكل في اوجه حجم الأتربة الناتج بينهم، عندي ده مستطيل المربع اللي فوق والقاعدة السفلية مثلث متوازيين، يبقى اللي في النص هيطلع ايه؟ توقع غالبا هيبقى بالمنظر ده، طلع شبه منحرف، حاول نستنتجه ونحله مع بعض مسألة ونشوفها مع بعض ونبدأ اللي عنده مشكلة يتكلم فيها. ودي مسألة تانية برضو قاعدة من الخرسانة هنحاول نفكر فيها، ومسألة تالتة للي هيحلهم التلاتة مع بعض يجيبهم لي اول ان شاء الله اول ما نتقابل، او نحاول الاليه اللي هنتفق مع بعض فيها، ودي هيبقى عليها بونص درجات ان شاء الله نظبطها. تمام، توفيق ان شاء الله ونشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.